قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو قال قائل: لو أن هذه الهداية ليست هداية إسلام وإنما هي هداية خير يحصل للمسلم، مثالها لو أن مسلما وضحت وبينت له عبادة يجهلها فعمل بها، أيحصل له هذا الفضل؟ فالجواب عن هذا أن هذا الفضل الذي نص عليه في الحديث هو قوله: خير لك من حمر النعم. وإذا نظرنا إلى هذه الجملة وجدنا أنها تحتمل الأمرين، يحتمل أنه لا يحصل له هذا الفضل. لماذا؟ لأن هذا الفضل ذكر في دعوة الكفار، فيكون هذا الفضل مخصوصا به من دعا كافرا إلى الإسلام فأسلم، ويحتمل أنه عام، وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الهداية هنا هداية عامة لم تحصر. لكن لماذا حملنا الحديث بالاحتمال الأول؟ باعتبار أن هذا الكلام صدر منه عليه الصلاة والسلام في دعوة من؟ في دعوة الكفار، فهو محتمل ومحتمل. لكن على كل حال هناك فضل عظيم لمن دعا إلى خير. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فهو شافع. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث. فلا شك أنه على فضل، لكن هل يحصل له هذا الفضل المذكور في الحديث؟ محتمل. وفضل الله عز وجل واسع،